كيف كيف زيت بين عمناول والسنة زيت. احنا توا في مرشي الحوت هاو الحوت غالي يعني الزوالي يتفرج وكهو بصراحة راهو يتفرج وكهو واللي كان يعمل كيلو عصيدة شو اللي يعمل رطل واللي يعمل رطل ما عادش يعمل كهو الدنيا غالية ربي يقدر الخير وكهو. احنا انا مشيت خذيت شوية مرقاس وكهو وخذيت طريف لوز عصيدة باش نعملها باللوز برك خاطر الفستق ب50,000 الكيلو البندق ب80,000 الكيلو الزقوق ب11,000 الرطل غالي غالي برشا 34 دينار الزوزة غالية مواطن اللي يقدر عليه يعملوا اللي ما يقدرش عليه مش لازم هذاك شو يعمل عاش خالطة يبدا يدور 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 اي يزمو يدور 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 شوف السوم هذا والسوم هذا خاطر ما يبيعوش كيف كيف راه فماش سوم فيكس مثلا نقولوا احنا الحم 20 20 لا فما 18 وفما 19 وفما 25 ما تلقاش سوم فيكس بالكل يبيعوا على كيفه على كيفه حتى الخضرة على كيفها لا مفماش مراقبة مفماش بكل ميدالينا فما دينار فما 12 فما 14 فما 18 فماش مراقبة بكل